الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت إيرادات العراق من النفط على أساس شهري بنسبة 5.29% لشهر نيسان الماضي لتصل إلى 7.404 مليار دولار على الرغم من انخفاض الصادرات النفطية. ووفقا لمجموعة بيانات صادرت عن وزارة النفط، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر نيسان الماضي ارتفعت بنسبة 5.29% لتصل إلى 7.796 مليار دولار على أساس شهري، مقارنة بشهر آذار الذي بلغت فيه الإيرادات 7.404 مليار دولار. وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر المواني الجنوبية بنسبة 6.88% على أساس شهري لتصل إلى 7.796 مليار دولار، مقارنة بشهر آذار الذي بلغت فيه الإيرادات 7.260 مليار دولار. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل بالتزامن مع صعود أسعار الدولار أمام الدينار العراقي. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 400 ألف دينار، وسعر الشراء 397 ألف دينار، فيما ارتفعت أسعار الذهب العراقي عند 371 ألف دينار. أما الذهب في أربيل فقد سجل ارتفاعا أيضا، حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 470 ألفا، فيما سجل عيار 22 435 ألفا، وسجل عيار 21 420 ألفا، وعيار 18 355 ألف دينار. وصلت أسعار النفط تراجعها بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في 5 أسابيع، فيما يرتقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 75.19 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليقف عند 71.53 دولار للبرميل. هذا وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 من شهر آذار في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بنسبة مئوية في اليوم واحد منذ أوائل كانون الثاني الماضي. توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري وفي العام المقبل، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم، بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بشكل حاد، ليصل إلى 3.1% و3.4% في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3% في عام 2022 لعدة أسباب، أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة، إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.